حبايبي الحلوين الفاهمين الصغنطتين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من امبارح. النهارده معادنا مع حكايه جديده من حكايات انتي دومي. النهارده هنحكي حكايه ايه بقى يا ترى؟ يا ترى يا ترى، ايوه هنحكي حكايه انتصار وقصر الاسرار. كان يا مكان كان في زمان بنت صغنطوطه اسمها انتصار. البنت دي كانت مش صغنطوطه قوي، يعني مثلا في ثالثه اعدادي. انتصار بنت زيها زيكم كلكم، بتروح المدرسه وبترجع من المدرسة تلاقي مامتها في البيت مستنياها، يعملوا مع بعض الغدا ويجهزوه ويقعدوا ياكلوا، تحكي لها كل اللي حصل طول اليوم في المدرسة ويقعدوا يهزروا ويضحكوا، وبعد كده تروح تشوف مذاكرتها وتخلص وتنام وتصحى تاني يوم عشان المدرسة. بتحب اصحابها وتحب التيتشرز بتوعها، وتقعد في المدرسة منتبهة جدا لكل دروسها عشان هي عايز تبقى حاجة كبيرة. انتصار دي من النوع اللي ما بتخليش أي حاجة كده تعدي وخلاص. انتصار كل حاجة ليها تفسير عندها، كل حاجة لازم تشوف هي ايه اصلها، سواء لو شافت لعبة جديدة مش عارفة هي معمولة ازاي تقعد تفكك فيها كده عشان تعرف هي معمولة ازاي، لو شافت حاجة ليها ملهاش تفسير تقعد تقرا وتبحث لحد ما تعرف تفسير الحاجة دي ايه، دايما مخها شغال. انتصار وهم بيرجعوا من المدرسة هي واصحابها بيعدوا على شارع طويل كده، الشارع ده كله شجر جميل جميل وبيوت شكلها حلوة قوي، في ما عدا بس قصر واحد. القصر ده شكله ضخم وكبير، لكن باين عليه قوي ان هو قديم جدا جدا وحزين ودايما مضلم. انتصار قاعده تقول ايه ده، اشمعنى القصر ده اللي شكله كده؟ سالت نرمين، نرمين انت تعرفي حاجه عن القصر ده؟ قالت لها هو احنا لسه هنقف هنا، يلا بسرعه اجري من قدامه، ده بيقولوا فيه عفاريت. لا ايه العبط اللي بتقوليه ده، هو في حاجه اسمها عفاريت؟ قالت لها انتصار ارجوكي انا عارفه دماغي، ايوه في حاجه اسمها عفاريت، يلا بقى نمشي من هنا. وراحت شداها واصحابهم كلهم مشي وراهم وبعدوا عن القصر ده. انتصار عمال تفكر ايه اللي هي بتقوله لنرمين دوت، اكيد عبط يعني. بعد ما عملوا كل اللي بتعمله هي ومامتها كل يوم، قعدت تسالها ماما انت تعرفي القصر اللي مهجور اللي موجود في طريقي للبيت دوت؟ قالت لها ماله يا انتصار؟ قالت لها نرمين بتقولي اللي هو في عفاريت، انت ايه رايك يا ماما في الموضوع ده؟ مامتها رجعت لورا كده قالت لها احب اعرف رايك انت، في حاجه اسمها عفاريت؟ راحت قالت لها بصي يا ماما كل حاجة ليها تفسير منطقي، مفيش حاجة اسمها عفاريت، كل حاجة ليها سبب، احنا بس بنستسهل وما بنفكرش ولا نشغل مخنا وبعدين نقول عفاريت واشباح والكلام الفاضي ده. مامتها قالت لها مامتها هزت راسها ما ردتش عليها. تاني يوم انتصار ونرمين كانوا قاعدين قصاد نفس القصر، وانتصار برضه وقفت وقعدت تبص قوي للقصر كده. القصر دوت كان شكله غريب قوي. انتصار قربت من البوابه طبعا، ونرمين عماله تشد كده تقول لها ارجوكي يلا نمشي من هنا، ولا اكن انتصار شايفاها خالص. قربت من البوابه ومسكت الحديد كده وقعدت تبص جوه. القصر كان بعيد شويه عن الصور، ما بين القصر البوابه بتاعته وبين القصر نفسه كان في غابه كده، هي مش غابه طبعا هي جنينه، لكن اتحولت مع الزمن بقت مجرد غابه من الاشجار عامله زي اعواد الخشب كده ما فيهاش اي حياه، وفي الوسط في نافوره كبيره كده مكسره ومتهدمه ومليانه تراب. انتصار قعدت تاخد وقتها جدا في التفكير، تقول عفاريت ايه بس؟ مفيش حاجه اسمها كده، انا لازم اعرف القصر ده ايه حكايته وايه السر اللي وراه. نرمين قالت لها تعالي تعالي يلا بينا نمشي. انتصار قالت لها بطلي بقى انا هدخل اشوف ايه الموضوع. نرمين كان هيقوم عليها من الخوف، قالت لها تدخلي فين يا عبيطه؟ لا يمكن طبعا انا لا يمكن اسيبك تدخلي، يلا يلا نمشي. قالت لها بقول لك ايه انا هدخل يعني هدخل، انا لازم اعرف ايه سر القصر ده، روحي انت لو عايزه. نرمين قالت لها ماليش دعوه انا عملت اللي عليا ومنعتك، انا لازم اروح وهسيبك. قالت لها يلا اتفضلي روحي انا هدخل، انا مش ممكن امشي الا اشوف ايه السر. انتصار طبعا قعدت تدور في الباب كده ما لقتش ولا مكان ممكن تدخل منه، راحت جايه نطه فوق السور، ودي كانت اول حاجه تعملها غلط يا اصحابي. طبعا هي الفضول كان واخدها وكانت طبعا ماشيه عماله تشوف الزرع اللي حواليها اللي كله مكسر، والارض اللي حواليها اللي كلها متشققه من كتر ما هي ما بتشربش من زمان جدا، والارض كلها اوراق شجر ناشفه وزباله، طبعا الناس بيرموا جوه زباله اللي مفيش حد عايش فيه. مشيت وراحت للبوابه الكبيره بتاعت القصر دي، لقيت البوابه دي عباره عن خشب شكله غريب قوي، شكله قديم جدا من زمان، هي ما شافتش المنظر دوت من زمان قوي، بس واضح ان هو كان معمول بفن قوي، وواضح جدا ان القصر ده كان فخم زمان قبل ما كان يبقى مهجور بالمنظر ده. قعدت تخبط على الباب مفيش حد فتح لها طبعا، لان مفيش حد جوه القصر المفروض ان هو مهجور. قعدت تلف حواليها عشان تشوف اي مكان تدخل منه، ما لقيتش اي مكان تدخل منه خالص.
لقيت فيه شباك كده، الشباك ده الشيش مفتوح لكن الازاز بتاعه مقفول، الازاز عليه تراب كتير جدا. راحت ماسكه طوبه كبيره راحت كسره بيها الازاز عشان تدخل جوه، ودي كانت تاني غلطه عملتها يا اصحابي، مش مفروض نعمل كده ابدا. دخلت جوه القصر لقيت طبعا الدنيا ضلمه جدا جدا، راحت فاتحه الفلاش بتاع الموبايل بتاعها وقعدت تبص حواليها كده. جدران قديمه بس عليها رسومات تحفه، والسقف عالي وعليه رسومات تحفه برده، والارض كلها مليانه تراب. طبعا مفيش حد بيمشي في القصر ده من زمان جدا ولا حد بينظفه. قعدت تمشي كده لقيت صور حلوه قوي 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 وشكلها فخمه وغاليه جدا على كل الحيطه بتاعت القصر. في وشها لقيت سلم عريض معمول من خشب جميل جدا، وخشب شكله غالي جدا، ومعمول فيه حتت كده. انصار قعدت تقول ايه ده، هي الحتت دي دهب معقوله كلها؟ انصار مشيت تطلع على الخشب، طبعا الخشب عمال يطقطق لانه قديم جدا وواضح جدا ان محدش مشي عليه من زمان قوي قوي قوي. انصار فضلت طالعه بس خافت، الدنيا بقت ضلمه جدا والموبايل بتاعها قرب الشحن بتاعه يخلص من كتر ما هي استعملت البطاريه بتاعته. انصار بتبص كده اتكعبلت في حاجه، بتبص تشوف ايه الحاجه دي، لقيتها شمعه ضخمه كده وجنبها في اعواد زي ما تكون اعواد اللي هي بتاعه الكبريت، لكن شكلها غريب كده، هي ما شافتهاش من قبل كده طبعا لانها قديمه جدا جدا. انتصار خدت الشمعه دي ونورتها لان الموبايل بتاعها خلاص كان قطع شحن. انصار فضلت ماشيه 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 لقيت صاله كبيره قوي كده، حوالين الصاله دي في اوض كتير كتير، يجي 12 اوضه مثلا. انصار فتحت اول اوضه لقيتها مليانه تراب مليانه تراب، ولقيت على الحيطه صور ناس شكلها جميل قوي، وصوره بنت بالتحديد اموره قوي قوي قوي. انصار فضلت قدام الصوره وتقول الله هو في الجمال ده. انصار فضلت تبص على بقيه الاوضه فيها سرير وتسريحه ودولاب، فتحت الدولاب لقيت هدوم جميله قوي قوي قوي، بس الهدوم دي قديمه الموديلات بتاعتها ما شفتهاش من سنين، مفيش حد بيلبس كده دلوقتي. قالت الله ايه الهدوم القديمه دي، انا عمري ما شفت حد بيلبس الهدوم دي دلوقتي. انتصار الفضول خدها اكتر واكتر، ابتدت تمشي لكن الشمعة ابتدت تخلص وابتدت الدنيا تظلم اكتر. انتصار ابتدت هنا تحس بخوف، قالت يا نهار ابيض هو انا ايه ده، انا عملت حاجه غلط ولا ايه، انا ازاي ادخل مكان كده لوحدي. انتصار راحت خبطه في حاجه، اترعبت بتبص لقيت تمثال، لقيت تمثال لولد امور قوي 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 ولابس هدومه كانه حقيقي، بس هو تمثال معمول من الشمع. انتصار خافت جدا قلبها اترعب كده شويه، وبعدين بصت شالت التراب من عليه، لقيت الولد شكله جميل جدا جدا، لقيته فعلا معمول من الشمع مفيش حاجه تخوف. انتصار قالت لنفسها ايه العبط اللي انت فيه ده، هتخافي من تمثال؟ انت مش لسه قايله لصاحبتك نرمين ان مفيش اي حاجه تخوف وان كل حاجه ليها تفسير منطقي، مفيش حاجه اسمها اشباح، روقي كده. انتصار مشيت وابتدت تمشي، لقيت كل اوضه تفتحها تلاقيها واسعه وكبيره وفيها حاجات حلوه قوي وتماثيل وفيها فرش جميل جدا جدا لكن كله موديلات قديمه قوي. استغربت جدا قالت لنفسها انا لازم اعرف ايه السر بتاع القصر ده. طبعا انتصار خلاص تعبت جدا من كتر المشي والدنيا ليلت، لقيت سرير جميل قالت انا بس هريح كده 10 دقائق بس. انتصار التليفون بتاعها فصل شحن ولا عارفه تتصل بحد ولا حد هيعرف يتصل عليها، قالت مش مشكله هم 10 دقايق وهقوم اروح البيت عشان ماما ما تتخضش عليا. انتصار نامت، النوم خدها ساعه واثنين وثلاثه. انتصار صحيت مرعوبه على صوت ناس عماله تضحك، ها 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 ضحكات كتير جدا وجايين من بعيد. انتصار خافت راحت نازله تحت السرير. انتصار قعدت تقول ايه ده؟ ايه الاصوات دي؟ مش المفروض المكان دوت مهجور ومفيش حد فيه خالص؟ انا خايفه ومرعوبه. انتصار قالت لنفسها اجمدي كده امال خايفه من ايه؟ امشي وشوفي الاصوات ديت جايه منين؟ ما تخافيش انت لسه قايله مفيش اي حاجه اسمها اشباح ولا كمان عفاريت. انتصار بتقول الكلام ده لنفسها بتشجع بيه نفسها، بس هي في حته من جواها كده خايفه شويه. انتصار فتحت الباب وخرجت وفضلت ماشيه ماشيه ماشيه. انتصار لقت كل الاوض زي ما هي مقفوله الا اوضه واحده بس. انتصار لما كانت لسه الصبح جت تفتح الاوضه دي لقيتها مقفوله بالمفتاح، استغربت جدا اشمعنى الاوضه دي مقفوله بالمفتاح، بس قالت مش مشكله هكمل وهشوف. انتصار قعدت تحاول تفتح الاوضه ما اتفتحتش خالص، ده الكلام ده كان الصبح، دلوقتي الاوضه دي مفتوحه. انتصار حاولت تبص كده لقيت في واحد عجوز قاعد على كرسي قديم جدا جدا لكن فخم قوي قوي قوي، وقدامه حاجه زي التلفزيون كده. استغربت جدا لان كل حاجه في البيت قديمه قوي، ازاي في تلفزيون في البيت القديم قوي ده؟
ولقيت فيه اللي بيشتغل على التلفزيون ده شريط فيديو، ولقيت جهاز فيديو محطوط. قالت ايه ده، هو لسه في حد بيستخدم جهاز فيديو لحد دلوقتي؟ انتصار وقفت تتفرج كده، الراجل ده كان عينيه كلها مليانه دموع وكان عمال يعيط وبس بيتفرج على الفيديو. الفيديو ده كان بيشغل شريط فيه بنات كتير وستات كتير ورجاله كلهم فرحانين وبيهزروا وعمالين يتكلموا وقاعدين في الجنينه حلوه قوي. انتصار قعدت ايه ده ايه ده ايه ده، هو مش الجنينه دي بتاعت القصر المهجور اللي تحت؟ بس مختلفه تماما بقى عن اللي هي شافته. الجنينه كان فيها زرع والنافوره كانت شغاله والقصر من وراها شكله جميل جدا وشكله جميل ولونه ابيض بيبرق وكان لسه في حياه كده. انتصار قعدت استغربت كده وقالت الله، الحياه الحلوه دي كلها راحت فين يا ترى؟ الراجل العجوز انتبه ان في حد بيبص، راح باصص بسرعه كده لقاها هي، راح جاري 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 وراح جاي ماسكها وراح جاي حاططها على الكرسي وراح جاي رابطها. قالها انت مين وايه اللي جابك هنا؟ قالت له ارجوك ما تاذينيش، ارجوك ارجوك. راح الراجل وقف شريط الفيديو، لا قولي لي حالا ايه اللي جابك هنا؟ محدش يعرف ابدا في الحياه كلها ان انا عايش هنا. قالت له ولا انا كنت اعرف، ارجوك سيبني سيبني. قالها مش هسيبك ابدا لما تقولي لي دخلتي هنا ازاي. قالت له ولا حاجه والله، انا بس الفضول خدني وحبيت اعرف ايه هي سر القصر ده. قالها سر القصر ده، القصر ده كله اسرار، الاسرار دي بتاعتي انا مش من حق اي حد تاني، من حقي انا بس، انا هموتك. قالت له ارجوك ارجوك، وراح رايح جايب سكينه كبيره قوي وقال لها هموتك. قالت له ارجوك ارجوك اوعى تموتني. الراجل راح جاي رامي السكينه وقعد يعيط جامد جدا وقال لها انا يمكن لا يمكن طبعا اموتك، انا لا يمكن اذي حد، انا فقدت كل الناس اللي بحبهم دولت بالموت، انا لا يمكن اخلي ام ولا اب تاني يعانوا نفس اللي انا عانيت منه واخليهم يفقدوا ابنهم او بنتهم. انتصار ابتدت تحس بالراحه شويه، ابتدت تحس ان الراجل ده لا يمكن يموتها. قالت له انا حاسه ان انت وراك سر كبير قوي والبيت ده وراه اسرار كتير قوي، من فضلك ايه قولي هي الاسرار دي. انتصار قال لها بصي يا بنتي، الراجل قال لها بصي يا بنتي انت اولا اسمك ايه؟ قالت له انتصار. قال لها بصي يا انتصار انا هحكي لك كل اسراري، يمكن لما احكي الاقي حد يسمعني اهدى شويه وكل النار اللي جوايا دي تهدى شويه. انا كنت عايش في القصر الجميل ده وكان جميل قوي زي ما انت شفتي كده في الفيديو، وكان في حياه والنافوره كانت جميله وبتطلع ميه جميله والناس كلها كانت حلوه وكلها كانت سعيده، والشجر اللي شفتيه بره كل ده كان شجر فاكهه بيطرح احلى فاكهه موجوده في الدنيا. كلنا كنا عايشين سعداء ومبسوطين لحد ما في يوم من الايام واحد من احفادي اللي انت شفتي الترسال بتاعه بره دوت، اي عيل كبير قوي قوي قوي، جبنا له كل الدكاتره اللي في الدنيا، محدش عارف ابدا هو عنده ايه، ومحدش عارف ايه المرض بتاعه دوت ايه. مامته قعدت تعيط جنبه بالايام وبالشهور لحد ما الولد مات، وكلنا مش عارفين هو مات ليه. مامته قالت لا انا يمكن اخليه يدفن بره، ارجوك يا بابا ارجوك ادفنه هنا في جنينه الفيلا. باباها راح دفنه في جنينه القصر بتاعهم زي ما هي طلبت. يوم والتاني بنته الجميله دي كمان ابتدت تعيا بنفس المرض، ابتدت تجي لها كل الاعراض محدش عارف في ايه. الدكتور قال لهم ارجوكوا المرض ده شكله مرض معدي. البنت بعد شويه ماتت هي كمان، باباها صعب عليه قوي وراحت جاي دفنها جنب بنته في الجنينه بتاعت القصر. وابتدى العيله بتاعته واحد ورا التاني ورا التالت كلهم يعيوا بنفس المرض دوت الا هو، هو الوحيد اللي معياش بالمرض ده. خدهم كلهم ودفنهم وقفل على نفسه وعاش معاهم ومع الذكريات الجميله اللي بينهم ديت من غير ما حد خالص ياخد باله ان هو عايش في القصر ده. الناس اللي بره كانت بتخاف تقرب من القصر، والناس اللي بره كل ما تسمع اصوات الضحك دي تفتكر ان هو مسكون بالاشباح، ما تعرفش خالص ان هو نيجي من الموت وان هو عايش لوحده. الراجل ده قبل ما يعيش لوحده كده نزل في السوق واشترى اكل كتير وميه وعصاير وكل اللي هو محتاجه وخباه تحت في المخزن علشان يعيش طول عمره وما يخرجش بره. قال لنفسه انا خلاص مش عايز اشوف حد ولا حد يشوفني بعد ما عيلتي كلها ماتوا وانا بقيت لوحدي، انا هفضل جوه الاسرار بتاعتي وجوه القصر بتاعي ومحدش هيعرف عننا ابدا اي حاجه لحد ما انا كمان اموت في القصر دوت. وسكر كل الابواب وسكر كل الشبابيك وما بقاش حد لا يعرف يدخل ولا يعرف يخرج، والناس كل ما تسمع صوت الضحك اللي هو بيشغله ده تفتكر ان في عفاريت جوه وما تقربش من القصر خالص. انتصار قالت له يا انت حكايتك تصعب عليا قوي، انت فعلا مسكين وانت قصرت فيا، وقعدت تعيط معاه. هما الاثنين قعدوا يعيطوا شويه وبعد كده قال لها انا حاسس ان اهلك دلوقتي بيدوروا عليهم. يا خبر ابيض انا نسيتهم خالص. قال لها انا فعلا حسيت ان انت نسيتي من الحكايات بتاعتي، بس انا
وعارف قد ايه ممكن باباك ومامتك يكونوا دلوقتي مشغولين عليكي، ارجوكي روحي ليهم، وارجوكي ما تطلعيش سري لاي حد. قالت له ما تخافش انا مش هطلع سرك لاي حد، بس ارجوك ممكن احكي لبابا وماما انا ما بخبيش عنهم اي حاجه غير كده عشان يصدقوني ويعرفوا انا كنت فين، وكمان بعد اذنك ممكن نبقى نيجي نزورك. الراجل قال لها انا فقدت كل عيلتي وفقدت كل علاقه ليا بالعالم اللي بره، بس ما فيش مانع ان انتوا تيجوا تزوروني لكن مره واحده بس كل سنه. انصار وعدته ان هي عمرها ما تحكي لحد على قصته وان هي هتيجي تزوره مره واحده بس كل سنه. الراجل شكرها جدا لان هي طلعت بتوفي بوعدها وان هي مش هتتكلم خالص ولا تحكي عنه ولا عن القصر بتاعه اي حد. انتصار روحت وحكت لمامتها على اللي حصل. طبعا مامتها كانت مخضوضه جدا جدا، قالت لها بصي يا انتصار انا المفروض ان انا اعاقبك وعقاب كبير جدا لان انت عملتي كذا غلطه، اخرهم ان انت ما قلتليش على الموضوع ده وسبتيني مشغول عليكي بالمنظر ده. قبل ما تقرري حاجه زي دي انت المفروض تحكي لي عليه وانا انصحك تعملي ايه وانا كنت هفيدك. انتصار قالت لها انا عارفه ان انا غلطت بس فضولي هو اللي دفعني ان انا اعمل كده، واحساسي ان مفيش حاجه اسمها فريق كان وان انا كان لازم اثبت الموضوع ده هو اللي خلاني اعمل كده. مامتها سامحتها وبقوا كل يوم يروحوا كل سنه يروحوا يزوروا الراجل ده مره واحده بس كل سنه، لحد ما الراجل دوت جه في يوم من الايام مات هو كمان لانه كان كبير جدا في السن. انصار زي وصيه الراجل هي ومامتها وباباها دفنوه جنب عيلته في القصر بتاعه وقفلوا القصر وسابوا كل حاجه زي ما هي ومشي وخرجوا بره. وانتصار بقت كل يوم تعدي على القصر ده وتترحم على الراجل وتقول ده كان راجل طيب جدا، وكل ما حد يسالها تعرفي قصه القصر ده ايه تقول له ابدا ما اعرفش اي حاجه فيه ولا اعرف هو كان ايه، وتبتسم بينها وبين نفسها وترجع تمشي تاني. ودي كانت حكايه انتصار مع قصر الاسرار يا اصحابي. وكده خلصت الحدوته، وتوته توته خلصت الحدوته، واشوفكم بكره في حدوته جديده من حكايات انتي دومي. باي باي.